لكم ياما. تو يا اختي ما افتكرت ان ليكي عيل. بقول لك ايه بقى ياما من اولها، انا طول النهار بلف على كعب رجليا، مش ناقصه بقى مناهده طول الليل. بقول لك ايه، الواد طول النهار عمال يعيط ويزن لما قرفني، بعد كده يا اختي ما تبقيش تسيبهولي. يعني ايه ياما؟ عايزاني اخدي على كتفي واقعد الف بيه في الشوارع؟ ما تستحملي لحد ما يتفطر. لا يا حبه عين امك، مش هتسيبيه، انا مش ناقصه قرف. طب ياما خلاص اللي انت عايزاه، سيبيني بقى ارتاح شويه عشان انا تعبانه وصدري قاعد عليا. اعملي بس انت لقمه عشان اكلها. مفيش اكل يا اختي في البيت. يعني ايه مفيش اكل في البيت؟ ابوكي خرج وما سابش فلوس، ما كانش فيه غير حتتين بتنجان وحته جبنه، اكلتهم انا واخواتك. يعني انا جايه تعبانه من لف طول النهار وطالع عيني وعايزاني دلوقتي اطلع عشان اجيب لقمه ادفعها؟ امسكي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه تقرف. استني يا بت. عايزه ايه؟ بقول لك ايه؟ عدي على علي السويفي، هاتي من عنده اي خضار نطبخه بكره، وبعد كده عدي على الفرارجي عشان ينضف لك فرخه. واجيب بايه ان شاء الله؟ انت مش لسه قايله ابويا ما سابش فلوس؟ هو انت يا بنت مش اشتغلتي النهارده وقبضتي؟ نعم. هو انا بشتغل عشان اصرف على البيت كله؟ انت مش قلتي لي اشتغلي وتهببي عشان تصرفي على ابنك وعلى نفسك؟ نعم يا روح امك، لو انت هتصرفي على نفسك واحنا نقعد نتفرج عليكي مش كفايه شايلين لك العيل ومستعملين قرفه؟ بقول لك ايه يما، عدي الليله خلاص، مش هجيب اكل وهتنيل عيني انام جعانه. تعالي هنا اهو، هاتي الفلوس يا بنت ولا اجيب الحاجه. فلوس ايه؟ معيش فلوس. يا بنت يعني ايه معكش فلوس؟ ايه ايه هاتي يا بنت الفلوس. ايه ياما؟ هاتي يا بنت الكلب يا واطية. حرام عليكي، حرام عليكي ياما، شايلنا فيهم طول اليوم. ايوه يا بنت امك عليك عشك يا معبيه. الله يعمل وكيل. حسبي الله. بتحاسبيني عليا يا بنت يا واطية يا بنت الواطية؟ بقول لك البيت ما فيهوش اكل ولا فلوس، ده بدل ما تحطي ايدك في صدرك تقولي خد الفلوس ياما، بس اللي هتتحرق الجزواسخ.